بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في شرح كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى قول المصنف رحمه الله، قال: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله. قال: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا أحبتي بالله، هذا الباب له علاقة بالباب الذي قبله الذي ذكرناه الأسبوع الماضي. قال: يصيرها أوثانا، والوثن هو ما يعبد من دون الله، قد يكون صنم وقد لا يكون صنم. قال: يصيرها، أي يجعل هذه القبور تكون أوثانا وتعبد من دون الله. والقبور أحبتي في الله يجب أن لا تهان بل تصان، يجب أن تحترم هذه القبور، فلا تطأ بالأقدام، ولا يعني شخص يجلس على القبر، يجب أن تحترم، لكن النهي عن الغلو فيها، الغلو في هذه القبور وأصحاب هذه القبور. في صحيح مسلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لأبي الهياج الأسدي، قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا يعني مرتفعا إلا سويته مع باقي القبور. فلذلك رفع القبور هذا منهي عنه. قال: الصالحين، ويشمل الأنبياء والأولياء. أوثانا، قلنا كل ما يعبد من دون الله أو يعبد مع الله، كان صنما أو غيره فهو وثن يعبد. قال: تعبد من دون الله، قد تعبد من دون الله وحده أو تعبد مع الله سبحانه وتعالى إشراكا به. قال في الحديث القدسي عن الإشراك به سبحانه وتعالى، قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ثم قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال: اللهم، أن يدعو الله سبحانه وتعالى، لا تجعل، وهذا من الدعاء، يسأل الله سبحانه وتعالى: اللهم لا تجعل قبري، يسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعل قبره وثنا. لماذا؟ لأن الأقوام والأمم السابقة عبدت الأنبياء، فلذلك خاف صلى الله عليه وسلم أو خشي أن يعبد قبره من بعده صلى الله عليه وسلم، فأكد على هذا الأمر أمام الصحابة، يدعو الله سبحانه وتعالى أمام الصحابة، قال: اللهم لا تجعل قبري يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اشتد، أي عظم غضب الله سبحانه وتعالى. وهذه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى نثبتها لله سبحانه وتعالى، نقول هذه صفة لله سبحانه وتعالى. كيف هذه الصفة؟ الله أعلم بها. هناك من يقول أن غضب الله سبحانه وتعالى يعني الانتقام، وهذا كلام غير صحيح، هذا يسمى التأويل الباطل. نقول: نعم، قال صلى الله عليه وسلم: غضب الله، أي يغضب الله سبحانه وتعالى، نعم يغضب، كيف يغضب؟ الله أعلم، كما قال الإمام مالك رحمه الله عندما سئل عن الاستواء، قال: الاستواء معلوم، لكن الكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، كما قال رضي الله عنه وأرضاه. وهناك إذن فرق بين الغضب وبين الانتقام. قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: فلما آسفونا انتقمنا منه. آسفونا يعني أغضبونا، فلذلك الغضب يختلف عن الانتقام، فلما آسفونا انتقمنا منهم. قال: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي جعلوها، أي هذه الأمم جعلوا هذه القبور، قبور الصالحين، قبور الأولياء، قبور الأنبياء، جعلوها وثنا تعبد من دون الله. فالله سبحانه وتعالى استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم
ولم يعبد قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان يلت السويق للحجاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. في هذا الحديث يذكر المصنف رحمه الله بأن الرجل الصالح في قومه يموت فيقبر ثم يعبد هذا الرجل الصالح بعد يعني أجيال وأجيال. قال عن سفيان وهو الثوري رحمه الله عن مجاهد الإمام في التفسير رحمه الله قال: أفرأيتم اللات؟ اللات قالوا هذا رجل كان كريما يكرم الحجاج، يلت أن يصنع لهم السويق، والسويق قالوا من البر وقالوا من الذرة، يصنع لهم مثل العصيدة يعني عصيدة للحجاج. فكان هذا الرجل كريم فيصنع الطعام للحجاج، كانوا يكرمون الحجاج، مو مثل الحين يستغلون الحجاج، لا، كانوا أهل مكة في الجاهلية يكرمون الحجاج، أما الآن يستغلون الحجاج، فكانوا يكرمون الحجاج. كان يعمل هذا كان يلت السويق للحجاج، يعمل الطعام مجانا للحجاج إكراما منه، فكانوا أهل كرم أهل مكة للحجاج. قال كان يلت فسموه اللات، فسموا هذا الرجل اللات لأنه كان يصنع هذه العصيدة، فكان كريما فلذلك صنعوا له القبر وثم عبد من دون الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم ثم قال: لعن رسول الله، واللعن هو الطرد من رحمة الله، زائرات القبور. وزائرات القبور هو كثرة الزيارة من النساء للقبر، وهذا منهي عنه كثرة، لكن قضية زيارة المرأة للقبر لها فيها أقوال كثيرة، منها من يحرم ومنهم من يقول يكره للمرأة ومنهم يقول يستحب لها إذا يعني إذا كان هناك ليس هناك أي منكرات. فالأصل أن المرأة في زيارة القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فلذلك المرأة إذا كان هناك يعني ليس هناك منكرات مصاحبة لهذه الزيارة فلا شيء أن تزور هذه المرأة، ولكن ليس بكثرة، ليس زائرات أي تتعود أن تزور هذا القبر. لعن الله سبحانه وتعالى زائرات القبور. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والمتخذين عليها المساجد، الذين يتخذون المساجد على القبور لعنهم الله سبحانه وتعالى. قال: والسرج، السرج يعني كانوا ينورون هذه القبور، أول سرج الآن الليتات، الآن في الأضرحة التي تزار في بعض الدول الإسلامية كلها متروسة من هذه الإضاءات، وهذا الأمر منهي عنه هذا. وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.